أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة والمجموعة الاقتصادية لمناقشة النهوض بالاقتصاد المصري. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بحضور كافة الوزراء، ويتضمن الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الهامة والقضايا المطروحة على رأس أولويات الحكومة في إطار تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، ومنها بحث سبل جذب الاستثمارات خلال المرحلة القادمة لدفع عجلة الاقتصاد المصري. الجامعة العربية المرحلة الأولى للانتخابات جرت وفقا للدستور والمعايير الدولية. أكدت الجامعة العربية أن الجولة الأولى للمرحلة الأولى للانتخابات جرت وفقا للمعايير الدولية وفي نطاق احترام ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة لهذه العملية. وعبرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة رئيس بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات البرلمانية عن ارتياحها للهدوء الذي ساد عملية الاقتراع وحسن سيرها داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن كافة الجهات على مدار الساعة احنا نستطيع أن نرصد في كل موقع وكل مركز ماذا يحصل. طبعا احنا وجدنا في على مدار الساعة احنا نستطيع أن نرصد في كل موقع وكل مركز ماذا يحصل. توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والتخطيط. وقع الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتفاقية تعاون بين الوزارتين بشأن دعم التعاون بينهما في بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي. يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء القاعدة القومية الموحدة وبالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لاستكمال بياناتها بما يضمن تنفيذ آليات وصول مختلف صور الدعم المباشر والغير المباشر إلى مستحقيه. وإلى نشرة الأحوال الجوية، درجات الحرارة المتوقعة الخميس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس حار رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتتكاثر على سيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر حتى جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب يصاحبه ارتفاع الموج ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية تكون جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه ما بين 1 إلى 2 متر والرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.